عبدك سلمان، ووفق نائبيه لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزهم خيرا على ما قدموا للحرمين الشريفين وللمشاعر المقدسة ولحجاج بيتك الحرام. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها واستقرارها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم اجزهم خيرا على ما يقومون به من الحفاظ على أمن الحرمين الشريفين وأمن حجاج بيتك الحرام وأمن ثغورنا وحدودنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا ومقدساتنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه. اللهم وفِّق قادة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشِف الغمَّة عن هذه الأمة، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنَّة. اللهم اجعل حجَّنا مبرورًا، وسعينا مشكورًا، وذنبنا مغفورًا يا أرحم الراحمين. اللهم وفِّق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير، وسدده في أقواله وأعماله، وبارك له في عمره وعمله وحياته يا رب العالمين، واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم، واكشف الغمة عنهم، واهد شبابهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم. عباد الله، إن من الوفاء الواجب الشكر والدعاء لسماحة شيخنا ومفتينا الجليل وكبير علمائنا من وقف على هذا المنبر العظيم طيلة 35 عاماً، طيلة 35 عاماً، موجهاً ومرشداً وناصحاً للأمة، فجزاه الله خيراً وضاعف مثوبته وبارك في علمه وعمره وعمله وخلفه. اللهم ما قسمت في هذا اليوم العظيم المبارك من خير وصحة وسلامة وسعة رزق وعتق من النار، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، واجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة ويقال لهم انصرفوا مغفورًا لكم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من المعتدين المحتلين، اللهم اجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم منصورون مظلومون، فانصرهم يا ناصر المستضعفين، وأصلح حال إخواننا في العراق وفي اليمن وفي آراكان وفي كل مكان. اللهم وفق رجال أمننا وأعز ديننا، وانصر بلادنا، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.